ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. النهاردة سلام، يعني كلنا بنقول سلام عليك يا أشرف الخلق، يا سيدي يا رسول الله. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير، لأن النهاردة ذكرى نور السماء، ذكرى رحمة الأرض، النهاردة ذكرى المولد النبوي الشريف. ودي مناسبة في الحقيقة، مناسبة طيبة بنتذكر فيها السيرة العطرة للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان بنتذكر صفاته الطيبة وأخلاقه الحميدة. ودايما في الحقيقة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بيكون ليه طبيعة خاصة وروحانيات وتجليات كمان، لكن كمان بيكون في طقوس بتختلف من مكان لمكان آخر. لو هنتكلم مثلا على السعودية، بيتم يعني إنارة برج الساعة باللون الأخضر، وبنتكلم في مسجد الأقصى بيكون في يعني إقبال من العائلات والأطفال في فلسطين للمسجد الأقصى تحديدا، ويعلموا الأطفال هناك القيم والمبادئ وأخلاقيات سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن زي ما بنقول كل مكان بيختلف من مكان لآخر، لكن احنا في مصر دايما بنرتبط أو بنربط الاحتفالات بتاعتنا بالأكل. مولد النبي بيبقى في حلاوة المولد، لما نصوم عاشورة مثلا لازم نعمل طبق عاشورة، ولو في عيد الفطر بيبقى الكحك والبسكوت، ولو عيد الأضحى بنعمل الفتة بالثوم والبصل والصلصة. الأكل دايما بيكون العامل المشترك في كل احتفالات المصريين، ويمكن في احتفالات المولد النبوي كمان بيشاركنا فيها دول عربية أخرى بالأكل، بيكون قاسم مشترك ما بيننا وما بينهم في هذه الاحتفالات، زي لو هنتكلم على تونس والعراق على سبيل المثال. وبيكون اليوم ده أجازة في عدد من الدول العربية زي الأردن والإمارات وطبعا مصر، لكن اليوم ده تحديدا بيكون فيه ذكريات، وهو ده سؤالنا النهاردة في حلقتنا في صباح الخير يا مصر. احكي لنا عن ذكرياتك مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وإيه هي الحلويات اللي بتحب تاكلها من علبة حلاوة المولد، والحلويات اللي مش ممكن أبدا تقرب لها. أنا يعني بشكل شخصي يمكن بالنسبة لي الاحتفال بمولد النبوي بيكون فيه نوع من أنواع الذكر، وطبعا لازم اللي احنا نتذكر السيرة العطرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحلاوة المولد أكيد هي يعني دايما بتكون موجودة في كل البيوت المصرية، وطبعا عندنا الأمر بيكون كذلك، يعني لازم تكون حلاوة المولد موجودة عندنا في البيت. إيه الحاجات اللي بحبها بالنسبة لي أنا؟ الفولية والملبن اللي بالخيط. أكيد الموضوع مختلف عند حضراتكم، وهو ده سؤالنا اللي هنتابع تعليقات حضراتكم عليه خلال حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. السؤال بيقول إيه الحلويات اللي بتحب تاكلها والحلويات اللي مش ممكن أبدا تقرب لها؟ أكيد هنتابع تعليقاتكم ونعرضها على مدار الحلقة. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.